مسالتان نختم بهما ان شاء الله كتاب المزارعه هناك مسائل كثيره لكن هذا المقدار يكفي احداهما ترتبط بالزكاه الزكاه كما تعلمون انما تجب في تسعه اشياء الحنطه والشعير والتمر والزبيب اللي يعبر عنها بالغلات الاربع والابل والبقر والغنم ويعبر عنها بالانعام الثلاثه والنقدين الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة يعني ذهب فلوس مو ذهب خام مو سبائك نقد فضة نقد لا سبيكة فضلا عن المصوغ. أنا قبل فترة رأيت في بعض الكتب العلمية نقلا عن كتب معتبرة لغيرنا من المذاهب الأخرى علماء عندهم كبار قايلين إجماعا عندهم عندهم إجماعا لا, يج لا تجب الزكاة في الحلي الأقراط القلائد الأساور اليوم نسمع يأخذون زكاة على, ال... على الحلي مع أنه إجماع عند علمائهم في كتاب المغني عندهم كتاب فقهي اسمه المغني مهم يدعي الاجماع على ان الحلي لا زكاه فيها ما علينا احنا نقول طبعا هذه التسعه حتى عندهم موجوده بروايتهم وروايه صحيحه في الذهب والفضه المسكوكين قرات قبل فتره قبل كم سنه باحدى الصحف واحد كاتب مقال حول الزكاة فقايل هو من غيرنا من مذهب اخر كاتب بالجريدة كاتب النص الصحيح يقول الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين معنى هذا الكلام ان هذه الاموال الموجودة اليوم القراطيس ما فيها زكاة هو هم قايل قايل هالرواية معناها هذه الأموال ما فيها زكاة لكن هو شراد قايل يعني شن نسوي إذا نقول هذه ما فيها زكاة يعني خلص حقوق بعد ما في أحد ما يدفع هو الخمس خرافضة من أساسه ظلت الزكاة الزكاة هم إذا يقول ما فيها ما بقي شيء هذا هذا جواب يقول والله شن نسوي بعد بعد صحيح الرواية تقول في الذهب والفضة المسكوكين بس اذا اردنا ان نقول بهذا الكلام معناه هذه الفلوس بعد ما يدفعون زكاته، هم ما يدفعون زكاته. رسول الله صلى الله عليه واله يقول في الذهب والفضه المسكوكين يجون الناس يقولون لا احنا نوسع الدائره عموما. هذه تسعه فمنها الغلات الاربعه الغلات الأربعة احنا كلامنا شنو كان في المزارعة، واحد يقول للشخص تاخذ هذه الارض تزرعها ومثلا الناتج نصف لي ونصف لك، حنطة شعير مثلا اه يزرعها، طبعا رز لا ما في زكاة ذرة ما فيها زكاة، اي حبوب أخرى ما فيها ما يصير الإنسان يتصرف بالأحكام الشرعية النص يلتزم به قال له تزرعها حنطة مثلا أو شعير وزرعها هذه فيها زكاة المفروض فيها زرعة وبعد زرعة وحنطة قمح من اللي يدفع الزكاة أكو مسألة نقولها مسبقا الزكاة تجب على الشخص الذي تنتج تنتج هذه الحبوب في ملكه يعني تنزرع تطلع بملكه للذي يشتري الحين ممكن مثلاً واحد منا يروح للسوق يشتري مئة طن قمح مئة طن زبيب عليها زكاة لا ما عليها لأن هو ما زرعها هو ما زرعها ذاك الذي زرعها عليه الزكاة زين الحين جنابك اعطيت الارض لشخص ارضك قلت له هذه زرعها والقمح اللي يطلع نصفه لي اللي ونصفه لك الزكاة شلون تصير على من لها صورتين يعني. مرة يقول له من بداية الزرع من يقوم تطلع الزرع يقوم يطلع احنا اثنين مشتركين بهذا الزرع من البداية زين طلع الزرع الى ان صار قمح او صار شعير فصار قمح في ملك الطرفين يعني هذا يملك خمسين بالمية مثلا وذاك خمسين بالمية فاذا الخمسين بالمية فيها نصاب لأنه الزرع إلى نصاب ثلاثمائة صاع حوالي تسعمائة كيلو لو فرضنا مثلاً واحد زرع ستمائة كيلو سبعمية ما فيها زكاة يكون تصل إلى النصاب قريب التسعمائة كيلو نصيب كل واحد إذا كان واصلاً إلى النصاب يزكي نفرض طلعت طلع الزرع الفين كيلو هذا له الف كيلو ذاك الف كيلو يطلعون زكاه هذا يطلع زكاه الالف كيلو التي له وذاك كذلك لكن لو فرضنا كل الزرع كان الف كيلو يعني هذا حصل سبعمئه وخمسين ذاك حصل سبعمئه وخمسين ما فيها زكاه ولو المجموع المجموع أكثر من النصاب لكن كل واحد منهم يقول أنا ما علي أنا حصلت سبعمية وخمسين فما عليه زكاة نعم لو فرضنا واحد قايل للثاني شوف أنا ثلثين الزرع لي وأنت لك ثلث وطلع ألف هذا اللي إلى ثلثين كثر يأخذ ألف في زكاة بنصيبه ذاك اللي إلى ثلث يأخذ خمسمية ما عليه زكاة فكل من بلغ نصيبه نصابا زكاه وكل من لم يبلغ نصيبه نصابا لا زكاة عليه هذا إذا كان الاشتراك من بداية الزرع زين يعني في تصور ثاني إيه التصور الثاني يقول له من يطلع الزرع ويصير قمح نشترك من يصير قمح نشترك لا من البداية إذا هالشكل راح تصير الزكاة على صاحب البذر منو صاحب البذر مرة راعي الأرض صاحب البذر هو راعي الأرض أعطى البذر وقال له للعامل شوف احنا مو مشتركين من بداية الزرع إلى أن يطلع يصير قمح ذاك الوقت يكون نص إلي ونص إليك قال له ما يخالف زرعه طلع مثلا ألف كيلو من طلع ألف كيلو هو أول ما بلغ أول ما صار قمح صار والملك لمن لصاحب البذر لان هو من اول قايل احنا مو مشتركين من يصير قمح نشترك يعني ذاك الطرف الثاني راح يستحق الخمسمية عقب ما صار قمح معناه راعي البذر يعني راعي الأرض اللي أعطى البذر الألف كيلو طلعت بملكة ثم ذاك ملك خمسمية يكون هو يزكي الألف كلها وذاك يأخذ الخمسمية صافية حسب الاتفاق قلنا ممكن يتفقون أنه من البداية من بداية الزرع يكون نكون إحنا مشتركين وممكن يتفقون على أنه من يصير قمح نصير مشتركين حسب الاتفاق ها يعني هذا إلى آثار هذا واحد من آثاره واحد من آثاره إذا قال له إحنا من البداية مشتركين ممكن الحين هذا طلع بعد ما صار قمح صارت قضايا مشاكل كذا في البلد قال له خلص خلي نقص هذا ونبيعه كشيء أخضر نستفيد منه يصير مشترك بينهم أما إذا قايل له من يصير قمح يصير مشترك معناه لو قصوا بهالحالة يأخذه صاحب البذر وقد يكون صاحب البذر هو العامل للمالك العامل حط البذر وقال لمالك الأرض لما يصير قمح نشترك لما يصير قمح فلما صار قمح صار قمح في ملك العامل لأن البذر له العامل يكون يزكي المجموع لأنه طلع بملكة وهذا المالك يأخذ خمسمية وما عليه شيء ليش هذا الكلام حين ممكن واحد يسأل يقول لي ماذا اللي قلته بأول الحكي أنه لازم إنما تجب الزكاة إذا برز الزرع برزت الحنطة في ملك الشخص في هذا الفرض الثاني الحنطه برزت في ملك صاحب البذر ما برزت في ملك كليهما متى تبرز في ملك كليهما اذا كان الاتفاق على ان تبدا الملكيه من حين بدايه الزرع هذه مساله المساله الثانيه كثيرا ما يحصل تنازع بين صاحب الأرض والعامل في أمور ممكن من ضمنها نضرب بعض الأمثلة يجون عند الحاكم الشرعي راعي الأرض يقول أنا قلت له لهذا العامل ثلاثة أشهر لك أو مثلا خمسة أشهر تشتغل وترجع لي أرضي العامل يقول لا إحنا اتفاقنا كان سنة مو خمسة أشهر قول من يقبل ما في شهود طبعا لو في شهود انحلت القضية ما في شهود يقبل مدعي الأقل يعني خمسة أشهر قدر متفق عليه بينهما ذاك العامل يدعي الزيادة يكون يثبت يكون يثبت ما قدر يثبت هي الخمس أشهر طبعا احنا من نقول ناخذ يعني ناخذ الاقل، الرقم الاقل. هذا الرقم الاقل لازم يكون معقول يتناسب مع عمليه الزرع. يعني لو فرضنا الحين المالك يقول يقول انا اتفقت مع هذا العامل انه اسبوع هذه الارض تاخذها اسبوع تزرعها حنطه، شنو هي معجزه يعني باسبوع يقوم يزرعها وتصير حنطه؟ هاي الا معجزه يجي نبي امام يحول الهياء باسبوع ما تطلع الحنطه يقولوا للمالك احكي كلام معقول انت ما قاعد تتكلم كلام عقلائي مو اسبوع شهر هم ما يصير شهرين هم قد ما يصير لازم يتكلم كلام عقلائي حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له تريد تعرف هذا يفتهم لو ما يفتهم جيب له كلام مو عقلائي اذا شفته صدق تعرفه ما يفتهم احكي له كلام كلام اللي العقلاء ما يقبلوه بس يصدق قل له خلاص في امان الله انت ما تفتهم شيء فهذا يجي يدعي ادعاءات فارغه يقول والله احنا اتفقنا اتفقنا هذه الارض اعطيه اياه اسبوعين يزرعها حنطه وتطلع الحنطه كامله ونتقاسمها يقولوا له هي اكو حنطه تطلع باسبوعين لما يقول خمس خمسة أشهر كلام معقول خمسة أشهر ذاك يقول لا سنة نقول خمسة أشهر قدر متيقن والزائد الأصل عدمه هذه وحدة ممكن الادعاء يقول المالك هذا العامل ما اشتغل حسب الأصول ما اشتغل ما نظف الأرض يزيل الشوائب الحشائش الضاره فالزرع ما طلع كما ينبغي هذه الارض المفروض المالك يقول المفروض تطلع عشر اطنان قمح هذا زارعها ما دار بال اللي طلع منها طن واحد مثلا او طنين فهذا مقصر ذاك يقول لا عمي انا مو مقصر أنا اشتغلت حسب الأصول، الله عز وجل كان كاتب هذا اللي يطلع. أيضا هنا القول قول العامل، لأن الأصل عدم التقصير، هذا قاعد يدعي عليه خيانة، يكون يثبت إلا إلا إذا كان قول العامل مخالفا للظاهر، العامل يقول أنا الأرض كل كل يومين كنت أجي أقص الحشائش، أنظفها. المالك يقول له للحاكم الشرعي والله ابعثوا وياي نفرين خلي يجون يشوفون الارض يجون يشوفون الحشائش صاعده طول طولها مترين يقول هو هذا اللي كان كل يومين يجي ينظف الارض يعني مبين قاعد يتكلم كلام غير صحيح متروسه ديدان الارض متروسه صخور يعني خلاف الظاهر حين لو فرضنا ذاك يقول يا عمي هذه الصخور امس اول امس صارت عاصفه واجت الصخور والديدان هم البحر فاضوا اجت الديدان بس خلاف الظاهر يعني قاعد يتكلم كلام اللي مو على الظواهر ما يقبل اما اذا قال لا انا مرتب الامور وسقيتها ورتبتها حسب الاصول هنا المالك اللي يدعي ان هذا خالف وما مشى بالقضيه حسب الاصول هو اللي يكون يثبت ما قدر يثبت القول قول العامل وسائر انواع التنازعات اي اي ادعاء لخيانه يدعيه المالك للارض على العامل القول قول العامل ولا يقبل قول المالك الا اذا اتى ببينه أو كان قول العامل مخالفا للظاهر إلى هنا نكتفي بهذه المسائل المرتبطة بكتاب المزارعة إن شاء الله في البحث الآتي يكون الكلام في كتاب المساقة وصلى الله على محمد يوم.